الرابع عصرا في القاهرة الثانية بتوقيت غرينتش، بانوراما إخبارية شاملة من النيل. أهلا بكم. بداية هذه النشرة بأبرز العناوين. إن التاريخ سيتوقف طويلا وبإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبي. الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد الشرطة يؤكد أن التاريخ سيقف بإعجاب أمام التجربة المصرية في التغلب على الصعاب ومواجهة التحديات. في اجتماع دول الجوار الليبي، شكري يؤكد رفض مصر العبث بأمن ليبيا، والجزائر ترفض أي تدخل خارجي في الأزمة. مقتل وإصابة العشرات من الجنود السوريين في هجوم لفصائل إرهابية في إدلب. أهلا بكم من جديد. خلال الاحتفال بعيد الشرطة 68 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عيد الشرطة ليس مقصورا على رجالها فحسب. وقال أيضا إنما هو عيد الشرطة عيد لكل المصريين، فأبناؤها لم يكونوا منفصلين في يوم من الأيام عن أمال الوطن والأمة، وهم أيضا جزء من نسيجه الوطني. شعب مصر العظيم، إن عيد الشرطة المصرية ليس يوما مقصورا على رجالها فحسب، وإنما هو عيد لكل المصريين، فأبناؤها لم يكونوا منفصلين في يوم من الأيام عن آمال الوطن وآلامه، وهم أيضا جزء من نسيجه الوطني، كما أنه فرصة لاستعادة الذكريات وتدبر المعاني والقيم الأصيلة والنبيلة الراسخة في قلب المجتمع المصري، والتي يأتي في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضاً وشعباً. هذه القيم التي تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طمعاً في تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادئ الدولة الوطنية، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر دائماً لهذا الوطن من أبنائه من يقف حائلاً أمام أطماع الطامعين وتآمر المتآمرين. وأضاف الرئيس السيسي أن ما يخوضه رجال الشرطة من حرب شرسة بتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير واعتزاز منه ومن جميع أفراد الشعب المصري العظيم. السيدات والسادة أعضاء هيئة الشرطة، إن ما تخوضونه من حرب شرسة بالتعاون مع أقرانكم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير واعتزاز مني ومن جميع أفراد شعبنا العظيم. فالمهام المقدسة والتضحيات الجسام لا يستطيع حمل أمانتها إلا رجال أشداء يدركون جيدا قيمة الانتماء الوطني، فأنتم أبناؤه الأوفياء ومصدر فخره وعزته، وإن مصر تتطلع إليكم وإلى دوركم الرائد في حماية الوطن من كل شر. كما أكد الرئيس السيسي أن التاريخ سيتوقف طويلا بإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبي، الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن ينهيه أحد غيره، موضحا أن الشعب تحمل قسوة الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة. السيدات والسادة، إن التاريخ سيتوقف طويلا وبإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبي، الذي أدرك بحسه الوطني
أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره، فصبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة، لكنه مضى في طريقه رافعاً شعار نكون أو لا نكون، وقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار. فما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزاً للانطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة. وخلال الاحتفال كرم رئيس السيسي أسماء شهداء الشرطة ومنحهم مسمى الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك تقديراً لجهودهم في حفظ الأمن وتضحية البطولية التي بذلوها حتى لحظة استشهادهم. كذلك قام رئيس السيسي بتكريم عدد من قيادات ورجال الشرطة المتميزين تقديراً لدورهم وجهودهم في حفظ الأمن. كان الرئيس السيسي قد شهد مراسم الاحتفال بعيد الشرطة 68 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال رئيس مجلس النواب علي عبد العال ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعدد من الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية وأعضاء من المجلس الأعلى للشرطة وكبار رجال الدولة. وفي كلمته خلال الاحتفال أكد وزير الداخلية محمود توفيق استقرار الوضع الأمني في مصر على الرغم من تضاعف مخاطر الإرهاب وتزايد شرسته على المستويين الإقليمي والعالمي. الجمع الكريم، لقد تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شرسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات. وفي مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمني المتميز لمصر ولا يزال تجسيداً لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها، وكان حصاداً لتضحيات رجال الشرطة الأوفياء وهم على قدر كبير من الوعي بمسؤوليتهم في انتهاج المزيد من سبل التطوير والتحديث في ظل معطيات متغيرة، يدركون أن آفة الإرهاب لم تنتهي وأن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولات يائسة لزعزعة الأمن. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 68. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعقب وضع الإكليل عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني. وفي وقت سابق عقد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة 68. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. لمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي. أستاذ كمال، بعد التحية، كيف تابعت احتفال عيد الشرطة اليوم؟ ما تضمنه من كلمات للرئيس السيسي ووزير الداخلية وأيضا فقرات سواء من خلال تكريم أسماء شهداء الشرطة وأسرهم على ما بذلوه من تضحيات فداء للوطن؟ نعم، بالفعل طبعا هو الاحتفال بعيد الشرطة اليوم هو احتفال بيوم مجيد من أيام الوطنية المصرية، وهو اليوم الذي ضحى فيه رجال الشرطة وبذلوا حياتهم من أجل الوطن عام 1952. فمصر تحتفل بالعيد 68 للشرطة، فهي أيضا مصر كلها تكرم رجال الشرطة على ما يقدمونه من بذل ومن تضحيات في سبيل أمن واستقرار الشعب المصري. فيعني طبعا هذا اليوم هو احتفال مصر كلها
قبلها بهذا اليوم، وأيضا بكل التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة. هذا المعنى تجلى في كل فقرات وكل ما تم اليوم من احتفالات، سواء من خلال زيارة السيد الرئيس للنصب التذكاري للجندي المجهول لرجال الشرطة الشهداء أو شهداء الشرطة، ووضع كلين من الزهور، وأيضا تكريم السيد الرئيس لمن ضحوا وأسماء من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وطبعا هو تكريم باسم مصر كلها للشهداء. وأيضا يمكن كان لافت أيضا أن السيد الرئيس إلى جانب تكريمه لأسماء الشهداء، وأيضا كرم بعض رجال الشرطة الذين ما زالوا يقدمون الخدمات وما زالوا يقدمون كل التضحيات لفداء لوطنهم. فبالتأكيد طبعا هذا اليوم واحتفال مصر كلها بهذا اليوم العظيم هو أيضا احتفال بكل التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة للوطن. أشكرك أستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي. أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر العبث بأمن ليبيا وبالأمن القومي لدول المنطقة، وقال إن مصر تدعم الشعب الليبي برفض هتام لمحاولات السطو على مقدراته وانتهاك سيادته. جاء ذلك في الاجتماع 13 لدول الجوار الليبي في العاصمة الليبية الجزائر، حيث دعا شكري إلى ضرورة إلى المجتمع الدولي الأهمية للتصدي للتنظيمات الإرهابية في ليبيا، مؤكدا أن مصر تكثف جهودها لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا. وقال شكري إن تركيا لا تتوانى في استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا، ما تسبب في مفاقمة حال الارتباك هناك. من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم إن بلاده لا تريد أي تدخل خارجي في الشؤون الليبية، لأن التدخلات الخارجية هي من عقدت الأزمة في ليبيا، داعيا الأمم المتحدة إلى تطبيق قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وقال بوقدوم إن الجزائر تسعى للم شمل الأطراف الليبية التي ترفض العنف، معتبرا أن حسن النية متوفر لدى الليبيين. في إطار الحراك السياسي لحل الأزمة الليبية، تستضيف الجزائر اجتماعا لدول الجوار الليبي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر، بالإضافة إلى وزير خارجية مالي. يهدف الاجتماع إلى دعم الليبيين لدفع مسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية وتسوية الأزمة في بلادهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي. وأكد وزير خارجية الجزائر صبري بوقدام خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أكد أن بلاده تتمسك بضرورة حل الليبيين لأزمتهم بدون أي تدخل أجنبي، مشددا على أن قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا ملزمة، خاصة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة. من جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع إن اتفاق تركيا مع رئيس حكومة الوفاق مخالف للتشريعات الدولية، وجدد استنكار مصر لقرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب مؤتمر برلين الذي شهد مشاركة رفيعة المستوى، وحضره قادة وممثلون من كل من مصر، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وبريطانيا، وخرج بعدة توصيات أبرزها تطبيق حظر توريد الأسلحة ومعاقبة الدول المنتهكة للقرار واستئناف العملية السياسية لإنهاء معاناة الليبيين ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري تفعيل منطقة الحظر الجوي من منطقة غريان إلى جنوب شرق ترهونة حتى قبالة سواحل طرابلس بما في ذلك مطار معتيقة. وأكد المسماري أن الجيش الليبي التزم بوقف إطلاق النار احتراما للمجتمع الدولي، ولم يضع أي شروط لوقف إطلاق النار سوى الاحتفاظ بالرد عند حدوث أي خرق من قبل الميليشيا الإرهابية. وعلى صعيد متصل، أعلن وزير خارجية تركيا قوله إن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار ساريا. لمزيد من المتابعة معنا هاتفين أستاذ يسري
عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ يسري، يعني أهم ما جاء في هذا الاجتماع برأيك كيعني تثبيت لمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية سلميا ورفض التدخل الأجنبي؟ أهم ما جاء في الاجتماع هو الاستمرار الدعوة لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى رفض أي تدخل أجنبي خاصة التدخل التركي في الشؤون الليبية، واستمرار العمل بمقررات مؤتمر برلين والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ومحاولة تثبيت وقف إطلاق النار لفترة أكبر، وترك الأمور في ليبيا للليبيين بدون أي تدخل خارجي، بدون أي تدخل من دول خارجية تحاول فرض مقاتلين أجانب سواء سوريين أو غير سوريين على المشهد الليبي. وبالتالي أعتقد أنه رسالة واضحة لتركيا هذا الاجتماع، أنه يرفض التدخلات التركية في الشأن الليبي وإرسال المقاتلين الأجانب وإرسال الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، ودعوة دائمة لوقف إطلاق النار خلال الفترة المقبلة. نعم، طيب يعني أستاذ يسري، أيضا يعني برأيك الحلول المطروحة لحل الأزمة الليبية في ضوء تأكيد مصر على ذلك وعدد من دول الجوار أيضا وتصريحات وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقدومة في هذا الشأن؟ مصر طبعا تدعو إلى حل المسألة الليبية بالليبيين يحلونها بأنفسهم، عدم التدخل التركي في الشؤون الليبية، فرض الجيش الليبي سيطرته على العاصمة الليبية طرابلس، إخراج الميليشيات من العاصمة طرابلس ونزع سلاحها، أن يكون الحل السياسي هو الغلبة في هذا الأمر. مصر طبعا تدعو إلى أن تجرى العملية السياسية في ليبيا بعيدا عن أي طرف خارجي، وبالتالي تدعو المؤسسة الدولة الليبية إلى فرض سيطرتها في كل أنحاء ليبيا، وتدعو كذلك إلى حل الأمور عن طريق التسوية السياسية في نهاية الأمر واستمرار وقف إطلاق النار بما لا يخل بمبدأ توازن القوى الموجود على الأرض الليبية خلال هذه الفترة. طبعا سامح شكري دعا اليوم إلى رفض الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة السراج مع تركيا، وقال إنها ليس لها أساس قانوني وهي والعدم سواء، وهذا موقف مصر منذ أن وقعت حكومة السراج مع تركيا على هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أن وزراء خارجية دول الجوار الليبي دعوا في هذا الأمر إلى وقف التدخلات التركية، وهم يدعون تركيا إلى عدم إرسال أي مقاتلين أجانب وعدم إرسال أسلحة إلى الميليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس. بالطبع وزير خارجية حكومة الوفاق رفض الحضور في اجتماع الجزائر اليوم بحجة أن الجزائر طلبت اجتماع وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا عبد الله السني، وبالتالي أعتقد أنه الأمور في ليبيا أعتقد أنها تمر هذه الفترة بعد مؤتمر برلين بشيء من الهدوء. الرئيس التركي تعهد أمام الحاضرين في مؤتمر برلين بعدم إرسال قوات إلى ليبيا، وهذا ما دعا وزير الخارجية التركي إلى القول بأنه لن ننوي إرسال أي مستشارين أو مقاتلين إلى ليبيا خلال هذه الفترة، وهددت الأمم المتحدة بأنها ستفرض عقوبات على الرئيس التركي إذا أقدم على إرسال جنود أو إرسال مرتزقة إلى ليبيا خلال هذه الفترة المقبلة. الأمور في ليبيا الآن هي بيد دول الجوار، أعتقد أنها استعادت زمام المبادرة في حل الأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات التركية، وهذا يعطي أعتقد أنه يعطي زخم للأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة. نعم، أشكرك أستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أدان الاتحاد الأوروبي استئناف الحكومة السورية وحلفائها الهجوم على منطقة إدلب شمال غرب البلاد، مطالبا بضرورة وقف الضربات الجوية وعمليات القصف المتكررة. ويأتي ذلك في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 80 آخرين في هجوم شنته الفصائل الإرهابية بمحافظة إدلب شمالي سوريا. ضمن معارك عنيفة تشهدها محافظة إدلب السورية، قتل 40 جنديا سوريا وأصيب 80 آخرين في منطقة خفض التصعيد خلال تصدي الجيش السوري لهجوم إرهابي شنته ما تسمى بمجموعة تركستان، في حين تمكن الجيش السوري من قتل 50 إرهابيا وإصابة نحو 90 آخرين بحسب مركز المصالحة الروسي في سوريا. قال المركز إن الجيش السوري غادر مواقعه في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة خفض التصعيد بعد أن شن 200 من العناصر الإرهابية هجوما على مواقع للجيش
في اتجاه أبو جريف سمكة بريف إدلب الشرقي، تدعمهم 20 سيارة دفع رباعي ومدرعتان. وترافق ذلك مع ضرب نيراني مكثف باستخدام قاذفات الصواريخ والطائرات المسيرة، مما اضطر القوات السورية لمغادرة مواقعها والتحرك باتجاه الجنوب. أقل مركز المصالحة الروسي إن المهاجمين تمكنوا من اختراق الدفاعات الحكومية السورية والسيطرة على منطقتين سكنيتين في اتجاه أبو جريف سمكة بريف إدلب الشرقية. وينشط في معظم إدلب التي تضم حاليا نحو 4 ملايين سوري ما يعرف بهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا، مع تواجد أقل لفصائل مسلحة أخرى. وكانت دمشق وروسيا الحليفتان قد صعدتا منذ ديسمبر عملياتهما في المنطقة، وتحديدا في ريف إدلب الجنوبي، مما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق شمالا أكثر أمنا وفق الأمم المتحدة. وبعد أسابيع من القصف، أعلنت روسيا في 9 من الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أكدته تركيا لاحقا، إلا أن وقف إطلاق النار الهش لم يستمر سوى بضعة أيام. لمزيد من المتابعة معنا هاتفيا دكتور علي مقصود الخبير الاستراتيجي. دكتور علي، يعني تعليقك على تطور الأوضاع الميدانية في إدلب تحديدا وتأثير ذلك على استقرار الأوضاع هناك ومعاناة العائلات والأطفال السوريين من جراء القصف. أولا دائما يعني يتم تقديم الخبر من وسائل الإعلام ومن هذه الوسيلة التي أحترمها بأن هناك يعني إصابات وتداعيات على المدنيين من قبل هذا القصف الذي يقوم به الجيش العربي السوري مع الحلفاء. في الحقيقة هذه الأسطوانة ومع الإعلام الغربي الذي يريد الساحات السورية والمدن السورية والشعب السوري أن يستباح لهذا الإرهاب، فهل الجيش هو من نفذ هذا الهجوم العنيف ويتقدم هذا الهجوم عربات مفخخة انتحارية؟ فالجيش العربي السوري يقوم برد على هذا الاستهداف إن كان للأحياء الغربية في مدينة حلب، وأيضا هذا الهجوم الذي استهدف معظم القرى المحيطة بمعرة النعمان كالتح والسمكة وأبو رديف وعدة بلدات وقرى. في الحقيقة الجيش يعني حتى تقتصر الضربات الجوية على هذه الأرتال التي تتحرك وتتقدمها العربات الانتحارية. وعندما تحدثتم بمقدمة هذا السؤال عن أن الجيش انكفأ وانسحب باتجاه الجنوب، نعم الجيش يريد أن يستدرج هذه المجموعات الإرهابية لتخرج من الدرع البشري وبالتالي تنكشف بعد أن تخرج ويغريها الجيش بأنها عبر هذه العربات الانتحارية استطاعت أن تحقق نجاح. وبالتالي الجيش عندما يتراجع وينفذ قتال تراجعي يعيد انتشاره وبالتالي يبني. نعم، يعني إذا دكتور علي حضرتك يعني تشكك فيما جاء من جهات أخرى سواء في عدد المصابين أو ما قيل عن استهداف الجيش السوري، يعني معنى كلام حضرتك أنه هذه الأرقام غير صحيحة، يعني ماذا عن الحقيقة إذا؟ يعني هل لا يوجد إصابات بالفعل؟ الحقيقة أن الجيش تلقى في هذه القرى التي ذكرتها ضربات بالمفخخات كما قلت العربات المفخخة، وبالتالي نعم سقط شهداء من رجال الجيش وأيضا هناك إصابات وجرحى، ولكن ضربات سلاح الجو وأيضا المدفعية وراجمات الصواريخ استهدفت القوة التي تحركت خلف هذه العربات الانتحارية والتي أرادت أن تفتح ثغرات في المواقع الدفاعية للجيش العربي السوري وبالتالي تحقق انتصارا. وهذه العمليات بعد أن تلقت إنذار من قبل أردوغان وحكومته بأنهم عليهم أن
يواجه مصيره فالجيش السوري سيتقدم وتركيا ليس لديها استعداد أو قدرة على تقديم أي دعم لهم. إذن حاليا نعم. هذا السيناريو في الحقيقة يعني يشي بأن تركيا بعد أيضا أن وجهت بمعارضة من قبل دول العالم وأيضا من روسيا بعدم السماح بنقل هذه المجموعات الإرهابية من إدلب إلى ليبيا بأن تضعهم في سيناريو يقتلوا في هذه العمليات الانتحارية أو أمام رجال الجيش العربي السوري. نعم أشكرك دكتور علي مقصود الخبير الاستراتيجي. إلى العراق حيث قتل متظاهر وأصيب 7 آخرون بجروح خلال إطلاق ميليشيات مسلحة النار باتجاه مجموعة من المتظاهرين في محافظة البصرة. ووجه المتظاهرون نداء استغاثة إلى شيوخ عشائر البصرة لحمايتهم من بطش الميليشيات المسلحة بتزامن مع تصعيد المحتجين لحراكهم الشعبي في المحافظة الجنوبية. وأغلق المحتجون العديد من الطرق الرئيسية وسط المحافظة رفضا لتسويف مطالبهم. يقف العراق على خط المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإن تراجع خطر ذلك عسكريا بعض الشيء لكنه لا يزال قائما وبقوة على المسار السياسي. فقد دفع مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد فصائل الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم بطائرة مسيرة بالعراق دفع إلى شفا الحرب بين طهران وواشنطن، لكن طهران اكتفت بقصف قاعدتين عسكريتين تضمان جنودا أمريكيين دون أن يسفر ذلك عن وقوع قتلى. سياسيا أطلقت طهران التهديدات بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وخاصة من العراق، ودعت فصائل شيعية موالية لإيران بمظاهرة مليونية الجمعة للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، حيث ينتشر نحو 5000 جندي أمريكي داخل الأراضي العراقية. ولمن يقفون وراء هذه الدعوة هدفان: الهدف الأول هو الضغط على واشنطن لسحب قواتها من العراق، أما الثاني فهو التغطية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية التي كانت بمثابة تحد لسيطرة الفصائل العراقية على السلطة. هذا ومن المرجح أن تقف مظاهرة الفصائل المرتقبة الجمعة أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية، لكن يخشى في الوقت نفسه من اندلاع مواجهات كبرى بين متظاهري الفصائل وأنصار الحراك الشعبي، وهو ما قد يهدد بتصاعد مواجهات بين أبناء العراق الذي مزقته الحرب الطائفية. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا من الأخبار بعد الفاصل. مجلس الدوما الروسي يوافق بالإجماع في قراءة أولى على مجمل التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين. إلى أولى وقفتنا في هذه الساعة أخبار الاقتصاد. الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة مع حنان الخولي، إليك حنان. شكرا لكم أمل وأحمد. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. وزارة الإسكان تعلن عن تنفيذ 34,536 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة أكتوبر.
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الانتهاء من تنفيذ 34,536 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي. أوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سرعة تنفيذ وتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للمستفيدين من المشروع، موضحة أنه يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والتشطيبات. كما يجرى تنفيذ 2,496 وحدة أخرى بمشروع الإسكان الاجتماعي بالطابع الحديث. وتم الانتهاء كذلك من تنفيذ واستلام 4,080 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمدينة، ويجرى تنفيذ 10,440 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بنسبة إنجاز بلغت نحو 90%. انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس لحوكمة الإنترنت الدولية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للحوكمة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. يناقش المؤتمر عدد من القضايا، منها سياسات الإنترنت وكيفية تحقيق الدمج والتنوع والتحول الرقمي في المجتمعات العربية بالتعاون والتعرف على الخبرات الدولية. لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية والقضايا المتعلقة بسياسات الإنترنت وأهداف التنمية المستدامة، انطلقت فعاليات المنتدى العربي الخامس لحوكمة الإنترنت، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية. المنتدى الخامس لحوكمة الإنترنت، وهو على غرار المؤتمر الدولي لحوكمة الإنترنت، وهناك منظمتين مظلة هي الإسكوا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في هذا العام بتستضيف المنتدى الخامس، لما تساهم فيه المنظمة في تفعيل دور الحوكمة بشكل عام والحوكمة في الإنترنت بشكل خاص. شارك في المنتدى عدد من الخبراء من عدة دول عربية وأجنبية، وتم مناقشة تجارب الدول العربية في التحول الرقمي. استراتيجية هي ارتكزت على عدة محاور: إيجاد البنية الأساسية، القوانين والتشريعات، إضافة إلى بناء القدرات وصناعة المحتوى الرقمي، أيضا إلى تركيز أحد محاورها الأساسية اللي هو أمن المعلومات، بالإضافة إلى التوعية الرقمية. فهذول كانوا أهم المحاور في استراتيجية عمان الرقمية. نحن ازاي بنهيئ المجتمع كوزارة اتصالات مسؤولة مع مختلف مؤسسات الدولة في عملية التحول الرقمي، لان التحول الرقمي مش بس يعني عبارة عن ميكنة او هو غاية في حد ذاته، لكن هو وسيلة لرفع كفاءة المؤسسات الدولة المختلفة ولتطوير المؤسسة. يشمل المنتدى عدد من المحاور الرئيسية، منها المشاركة في صنع السياسة العامة الدولية للانترنت من حوكمة الانترنت إلى التعاون الرقمي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مناقشة عدة مواضيع مشتركة منها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتأثير الاجتماعي والإنساني للإنترنت والتنمية البشرية وبناء القدرات والأطر التشريعية. يأتي المؤتمر في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، ليسعى إلى تحقيق الدمج والتنوع والمحافظة على الأمن السيبراني لمساعدة المجتمعات العربية على التحول الرقمي السريع من خلال نقل الخبرات الدولية. منذر بدوح، النيل. نتحول للبورصة المصرية التي وصلت مؤشراتها الارتفاع لدى جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، وذلك بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية. وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.7 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 756.1 مليار جنيه. ارتفع كذلك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.67%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 29%. الارتفاعات شملت كذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي ارتفع بنحو 0.4%. نتحول لأسعار صرف الدولار الذي استقرت أسعاره في بداية التعاملات اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بمصر، وذلك خلال موجة تراجعات شهدها الدولار في الفترة الأخيرة. وطبقا لأحدث البيانات، فقد استقرت أسعار الصرف الدولارية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 15.76
للشراء و15.86 جنيه للبيع. يتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف. أعلنت وزارة المالية الاتفاق على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة وإرساء قواعد مؤسسية للتعاملات المالية بينها وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يسهم في ترسيخ التعاون المشترك في مشروعات التحول الرقمية، خاصة في ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، والتي تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز بنية الاقتصاد القومي. ذكرت المالية في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على وضع حلول فعالة لإنهاء التشابكات المالية بين مختلف مؤسسات الدولة على النحو الذي يسهم في رفع كفاءتها وجودة أدائها. من المالية المصرية إلى المالية اللبنانية، والتي أعلن وزيرها اللبناني غازي وزني اليوم بحسب تقارير صحفية، أعلن أن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية. أضاف وزير المالية اللبناني الذي تولى منصبه في حكومة جديدة تم تشكيلها الثلاثاء الماضي، أضاف أن التمويل يهدف لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام واحد فقط. وصلنا مشاهدينا لختام النشاط الاقتصادي، شكرا للمتابعة، ونواصل مرة أخرى بانوراما نيل مع أمل وأحمد. إليكم. شكرا لك حنان. وافق مجلس الدوما الروسي بالإجماع في قراءة أولى على مجمل التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الدوما مشروع القانون بعد 3 قراءات، وذلك تمهيدا لمصادقة مجلس الاتحاد عليه، ليحصل بذلك على موافقة البرلمان بمجلسيه. أخذت التعديلات السريعة التي بدأها الرئيس فلاديمير بوتين ضمن الحياة السياسية الروسية منحا جديدا، حيث وافق النواب الروس بالإجماع في قراءة أولى على مجمل التعديلات الدستورية التي طرحها بوتين قبل 3 أيام بعد أن فاجأ طبقة السياسية في 15 يناير بهذه الإصلاحات التي تنص على منح البرلمان صلاحيات جديدة تحدد ولاية الرئيس بفترتين وإنشاء مجلس دولة واسع صلاحيات. ويتوقع أن يتبنى مجلس الدوما مشروع القانون بعد 3 قراءات، وبحسب رئيس لجنة القوانين فإن القراءة الثانية ستحصل اعتبارا من منتصف فبراير، وبعد ذلك يفترض أن يصادق على النص مجلس الاتحاد، ليكون بذلك وافق البرلمان بمجلسيه على التعديلات على أن يوقعه الرئيس بوتين. وفي خطابه إلى الأمة عرض بوتين إصلاحاته معتبرا أنها مهمة للتنمية المستقبلية لروسيا، ويتضمن النص الذي قدم إلى البرلمان الخطوط العريضة من خطابه، ويقترح النص نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء، كما يعزز دور مجلس الدولة الذي كان دوره حتى الآن استشاريا فقط. وبين التغييرات الواردة في النص، سيمنع القضاة والنواب والمسؤولون السياسيون على المستوى الفيدرالي من حمل جنسيتين أو إقامة دائمة في دولة أخرى. ويعزز النص أيضا بعض صلاحيات الرئيس الذي سيكون بإمكانه رفض توقيع قانون تم تبنيه من جانب 2/3 النواب. وينظر على نطاق واسع للإصلاحات على أنها تعطي بوتين الفرصة للاحتفاظ بنفوذه بعد انتهاء فترة ولايته الراهنة عام 2024. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين أن السلطات الصينية فرضت حجرا صحيا على مدينة ووهان التي ظهر فيها حالات الإصابة بفيروس جديد من عائلة كورونا، وذلك في محاولة لاحتواء تفشي الوباء. جاء ذلك بعد أن ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 571 حالة، حيث قامت الصين بوقف جميع رحلات الطيران والقطارات من وإلى المدينة، فيما حذرت السلطات المحلية من التواجد بالتجمعات الكبيرة خوفا من انتشار المرض وانتقاله إلى مدن أخرى. يشار إلى أنه تم رصد حالات للإصابة في تايلاند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، ما قد ينذر بحدوث كارثة صحية عالمية. وسط مخاوف من تسارع انتشار فيروس كورونا الجديد، أغلقت الصين مدينة يقطنها 11 مليون نسمة بعد أن أكدت وفاة العشرات وإصابة المئات. قرار إغلاق المدينة جاء بالتزامن مع سعي السلطات الطبية على مستوى العالم لمنع انتشار الفيروس، حيث يخشى المسؤولون بقطاع الصحة من تسارع انتقال العدوى،
في الوقت الذي يسافر فيه مئات الملايين من الصينيين حول العالم أثناء عطلة رأس السنة القمرية. الفيروس الذي لم يكن معروفا من قبل يعتقد أنه ظهر نتيجة تجارة غير مشروعة في الحيوانات البرية في سوق للحيوانات في مدينة ووهان الصينية. المدينة الصينية تعد مركزا حيويا للمواصلات، حيث ألغى العديد من الصينيين رحلاتهم واشتروا أقنعة واقية وتجنبوا الأماكن العامة مثل دور السينما والمراكز التجارية، بل ولجأوا إلى لعبة على الكمبيوتر تحاكي الفيروس. كما أعلنت الخطوط الجوية التايوانية والسنغافورية تعليق رحلاتها إلى مدينة ووهان، وتم رصد حالات في أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، مما فاقم المخاوف من أن ينتشر الفيروس على مستوى العالم. منظمة الصحة العالمية من جانبها ستقرر ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الفيروس، وهو إجراء من شأنه تعزيز الاستجابة الدولية، حيث ستعد هذه السادس مرة يتم فيها إعلان حالة الطوارئ على المستوى العالمي. وإلى ثاني وقفتنا في هذه الساعة أخبار الرياضة. الأخبار الرياضية في هذه النشرة مع حنان عاطف. إليك حنان. شكرا لك يا أمل وأشكرك أحمد. أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الرياضية وأبرز ما فيها. قطار ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون الليلة في الدوري الإنجليزي.